لأسعار المواد الغذائية، فالبيض ب13 دينار و250 درهما، أما الأرز ب3.5 دنانير والمكرونة بدينار و750 درهما للنصف الكيلو الواحد، والكسكس إلى 3 دنانير و250 درهما، وزيت الذرة ب4.5 دنانير، وزيت النبات ب3 دنانير و750 درهما، والسكر ب4 دنانير و750 درهما، أما معجون الطماطم بدينار واحد والدقيق بدينارين. ومن المواد الغذائية إلى أسعار الخضروات، سعر كيلو الطماطم 3 دنانير والبطاطا ب2.5 دنانير، أما البصل ب3 دنانير والأخيار ب6 دنانير والفلفل ب7 دنانير والكوسة ب5 دنانير. والآن إلى أسعار اللحوم مشاهدينا، فكما ستظهر أمامكم على الشاشة، سعر كيلو الدجاج ب10 دنانير و250 درهما، وسعر الخروف الوطني ب35 دينار، أما الخروف الأسباني ب27 دينار، وكيلو المعز ب35 دينار، ولحم البقر ب30 دينار، والإبل ب35 دينار.